جيت نلعب انا واسماعيل بين بون. يلا دير دير شوف ويلي انا عرفتي عام ما نقدرش نصور كنقيت في نحط التليفون ما نقدرش نصور حنا نلعبوا. صافي من بعد عاد بدنا حوايجنا وجينا باش نخرجوا نضربوا واحد الدويره. دونك هنا راه خارجين من جهه ديال لي شومبر. عرفتي تبارك الله شحال فيه ديال لي شومبر. غير هاد لي شومبر هادو جاوا لداخل هنا راه خدينا لاسانسور باش طلعنا للفوق حيت لا شومبر ديالنا حنا جات حدا لا بيسي لتحت يعني خصنا نطلعوا للفوق باش نخرجوا. صافي ضربنا واحد المسافه على رجلينا باش نوصلوا للباب لانه كبير تبارك الله. ايوا نخرجوا نتسراو واحد شويه يضرب فينا شويه ديال الهواء. كيف العاده هشام والقهوه ديالو حتى تنوصلوا هنا تيقول لك بلاتي بلاتي نشرب قهوه حتى نشرب قهوه عاد نمشيو عاد تنوقفوا معاه حتى تيشرب القهوه عاد تنخرجوا هو خاصو حتى يقاد المجاج. اليوم الاخر البنات في لوطيل صافي غدا ان شاء الله العوده الى البيت الى الدار البيضاء. قلت لهم راه تعيا الواحد ما يدور 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 ما كاينش بحال دارو ما كاينش بحال مدينته واخا تعيا فين ما تمشي ما كاينش بحال دارك ما كاينش بحال مدينتك ما كاينش بحال والله العظيم. صافي دابا هنا يدوزنا واحد لو مومون واحد تيبغي يرجع لدارو توحش مشيشاتي بليستي هي واحد الشي مكان. اول حاجه بعد دوزني هشام هنايا لهذا الصالون هذا صيبت شعري لانه كنت يلاه مدوشه وجيت ندير فيه بروشينغ. شكون اللي تعرف البنات هذا الصالون هذا واخا هما صراحه ضربوني تنقص في البروشينغ. شفت لو بخي صراحه ولكن ما في اللي بقى يقلب على صالون هذا قريب شويه من لوطيل. المهم دخلت ليه وصافي واخا اثمنه خياليه في البروشينغ ولكن درناه هذا الشيء اللي عطى الله. ايوا حنا جينا دابا نساراو شويه هنا هاد لي بوتيك هادو اللي مع كارفور كاين ديكاتلون هاد البلاصه ما جيناش ليها كاع. شوف هنا ال سي دايرين فيهم واحد لي بوبي فنين. قلت لاناس هاد لا بوبي بحالها تقريبا كانت عندها فاش كانت صغيره وهي تجبد لي وحده اخرى مغيرين غير في لا كولور ديال الشعر وحطيناهم حدا بعضياتهم. ايوا عاد كاين دي غوب زويونين كاين ما يدار صراحه كاينين دي برومو كاين شي كسيوات اللي فيهم لي برومو يعني الناس اللي بغاو يتبرعوا في الكسيوات راه موجود الخير حتى صحاب الحجاب يعني الناس اللي دايرين الحجاب كاينين كسيوات هكا بلي مونش. انا حمقني هذا الصاك هذا ولكن بان لي غالي شويه فايت 200 درهم شي شويه غالي في شي برومو مي هو شكلو زويون يعني اللي قاد على هذا الثمن ياخذو. شو الهبيله ديالي اش دير هنايا. صافي ضربنا واحد الدوره دخلنا الكارفور حتى هويا هادشي كامل راه ما مشاش معنا اسماعيل البنات دائما تقول لك غير خليني. صافي هنايا خديت الشوكولا انا كنت مشهية شوكولا خديت واحد ليا واحد لاسماعيل وخدينا واحد قرعه الماء كان فينا الموت ديال العطش. وصافي دزنا عاوتاني هنايا دي فاكتو حنا تندورو في لي بوتيك. كاين صراحه كسيوات صيفيين زويونين يعني الناس اللي باغيين كسيوات كاين ما يدار غير هو انا تنشوف غير الا كانت شي حاجه اتيغونط وفيها لا بروم. صافي هنا رجعنا دابا للوطيل باش نتغداو لان هذا وقت الغدا. المهم ضرب فينا واحد الهواء شويه وجينا هنايا نرجعوا ثاني نتغداو ونشوفوا لي بروغرام ديال العشيه كيفاش غيكون. كاينه واحد الحفله غنديكم معايا ليها. وهنايا دايرين واحد العرس مغربي هكا غير بحال التمثيل ماشي عرس حقيقي. المهم جايبين واحد السيد ومعاه واحد المراه وملبسينهم هكا لباس تقليدي
Okay, this area, sit plus stop. One. Alors, il faut écouter la yo-yo algérienne. T'as pas le choix. Tu présentes l'Algérie. One, two, three. Bien, very good. Bravo. Ici aussi, vous apprenez très fort. Ah, les enfants. هذا هو الفلوغ ديال اليوم. تنتمنى السهرة تكون عجباتكم. صراحة دوزنا وقيت واعر، نشطنا شوية، شطحنا شوية، صفقنا شوية، زغرتوا الناس شوية، الناس ماشي أنا، متعرفش نزغرت. المهم والله إلا دوزنا أجواء زوينة بزاف هاد الليلة هادي. بغيت نقول لكم تهلاو في راسكم، وكيف العادة ما تنساونيش من لايكات زوينين ديالكم. تنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو إن شاء الله مع فلوغ آخر. السلام عليكم.